كنت قاضي أو رئيس محكمة القحمة، وجاءني شايف عمره 60 سنة من أهل الحريضة، وجاء دخل المكتب على استحياء ومعه ورقة في يده، يعني عرفت أنها مقدمة شكوى. عمره 60 60 سنة عمره. والله جاء قال يا شيخ أنا عندي موضوع وأبغاك فيه وكذا. قلت تفضل. قال والله أنا جيت أبغى أشتكي أخي الأكبر، أخوه اللي أكبر منه عمره 65 سنة 65 سنة. فما نستغرب إحنا القضاء، يعني واحد يشكي أخوه، الله المستعان. قلت شكى الولد أبوه والأب ابنه، نسأل الله العافية. فما نستغرب هذا، لكن الشكوى وإيشها؟ هذا الغريب يعني. قلت وش تشتكي فيه؟ قال والله يا شيخ يعني الولد الأخي هذا والله إني أستحي منه مثل ما أستحي منك. قلت غريبة، كيف تستحي منه وتجي تشتكي؟ قال لا أسمع، وش القصة؟ القصة يا شيخ أنني كنت في تبوك عسكري قبل 30 سنة، وتعرف العسكر يعني أكثر يعني عملهم أو وقتهم متغربين، وعملي كل يقول في تبوك 30 سنة، وأخي هنا في الحريضة، أرسل له من مالي من راتبي كل ما ينزل أرسل له نفقته ونفقة والدتي، ويقوم هو على شؤون والدتي. الآن تقاعدت وجيت عند أخي، قلت يا أخي الله يجزاك خير 30 سنة هذه وأنت ترعى في أمي، أبغى بقية عمرها الله يطيل في عمرها تكون عندي، على الأقل 30 سنة التي بقيتها عندك إن بقي لها ولنا عمر. يقول لما قلت له الكلام هذا بكى أكبر، وقال والله إنك تخرج قلبي من صدري، أرحم عندي بنت أخذ أمي مني. الله أكبر. قال يا أخي أنا ما أخذها منك، هي أمي وأمك، لكن أبغى أنقلها من بيتك إلى بيتي وأتلذذ بطاعتها وبرها مثل ما أنت تلذذ 30 سنة. قال أنت أيضا بار، وأصلا كنا أنا وأمي عايشين في خيرك، وكلنا مشتركين في هذا البر. قال بس أنا أبغى قربها. قال والله ما تأخذها إلا من شرع الله، هذا الباب قدامك، خل القاضي يقول خذها. والله جاء أنا، والله يا أخوان الرجل يقول لي الكلام هذا وأنا مستغرب، نحن نعيش في زمن عقوق، وهؤلاء الشيبان الكبار يختصمان على أمهما وعلى برها. فقلت قدم دعوة وأنا أسمع منك إن شاء الله، وجيب لي أخوك وأمك. قال خير إن شاء الله. الكاتب كان عندي والعسكري، ودخلوا علينا في الموعد الذي حددناه لهم. والله يا إخواني ما أنسى منظر دخولهم علي مجلس الحكم إلى أن أموت، ما رأيت بر أولاد لأمهم مثل هؤلاء. والله لو استطاعوا أن يشيلونها من الأرض على أكفهم لفعلوا، واحد عن يمينها واحد عن يسارها، ما يبغونها استغفر الله تطأ في الأرض بخطوة، إن ودهم إنها تمشي فوقهم. فسلمت علي العجوز الله اسمها هذا، قالت كيفك يا شيخ، وقعدتها في الوسط وحطت واحد عن يمينها واحد عن يسارها. قلت للمدعي الآن الصغير، الصغير 60 سنة عمره والكبير 65، قلت للمدعي وش عندك يا ايش دعواك؟ قال قلت لك يا شيخ، قلت لا أبغى أخوك يسمعها. وقال القصة، هو يقول الدعوة والأخوه الكبير يبكي. قلت وش تقول يا فلان؟ قال والله إنه صادق وإن له حق في هذا البر وإن طلبه محق، لكن والله ما قدرت يا شيخ، والله لا. وقال نفس العبارة التي كان يقولها الأخوه، قال والله يا شيخ لتأخذون قلبي من صدري أهون عندي ما تنزعون أمي مني. قال له أخوه الصغير لكني أنا أيضا لي حق وأبغاها هذه البقية.
فأذن لي فيها قال والله ما تأخذها إلا بحكم الشرع. قلت يا أمي أصلحي بينهم، قالوا والله ما قدرت يا شيخ. هذا عين وهذه عين، وش أسوي بينهم؟ وما طاعوني ودي إنهم يصطلحون، ولكن ما جئنا إليك هنا إلا أنا ما استطعنا. حاولت قلت أصلح بينكم، قال لا ترسلنا لأحد، والله ما يدخل بيننا أحد غيره. متخير إن شاء الله. المهم حكمت بهال الصغير، فلما نطقت بالحكم يا أخواني والله الذي لا إله إلا هو كأني قتلت واحد أو ذبحت واحد من أولاد الكبير هذا اللي أخذناها منه. انفرط يبكي بكاء قطع قلوبنا، وبكينا لبكائه. المحكمة كلها بكاوي ذاك اليوم. المهم لما بكى هو قام عندها أخوه الصغير المحكوم له، وبدأ يقبل راسه ويقبل يده ويقبل ركبه. اي والله هنيئا لهما والله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سبحان الله. هذا بدأ كل الاثنين يبكون وأمهم تبكي. ثم ضمتهم، وقفت أمهم وضمتهم في صدرها، واحد عن يمينها واحد عن يسارها. أي والله. التفت عندي بعدها لما هدأ الشايب الكبير، التفت عندي وقال يا شيخ باقي في مجال؟ قلت والله حكمنا، إذا بتعترض اعترض وارفع هالاستئناف. قال أنا اعترض على حكمك، أنا أعرف أنك محق، لكن ما فيك يا فلان يعني أخوه ما فيك رحمة ترحم قلبي، لا تأخذ أمي مني. فبكى الصغير وقال والله ما أريد أني أضيق عليك، لكن والله أن لي فيها حق مثل ما لك فيها حق، وأنت قد أمضيت خير عظيم 30 سنة تشهد لك عند الله عز وجل. يوم يأس أن أخاه يعني يتنازل له، جاء عند المكتب وهو ماسك بيد أخوه يجره للمكتب، قال يا شيخ أبغاك تقول له وتأخذ عليه العهد إنه يبرها مثل ما كنت أبرها. شوفوا يا أخواني حرصه عليها. ثم خرج من عندي كل واحد يكتنفها مثل ما دخلوا، واحد عن يمينها واحد عن يسارها، والله إنهم يحق لهم أن يرفعوها من الأرض على رؤوسي. هذا مثال من أمثلة البر في هذه الأمة في هذا العصر الذي نعيشه. كل واحد منا يا أخوان يقلب شريط الذكريات إن كان والديه موجودين أو أحدهما، ويقارن ما بين هذا القصة من البر الواقعية وما بين عمله وفعله.